برامج سكنية عدة استفادت منها عدة دوائر بولاية غليزة، غير أن إنجازها وتسليمها لأصحابها عرف بعض التأخر وأصبح يثير حفيظة المستفيدين منها. مشروع بروجرام 2018 إلى حد الساعة لم تسلم السكنات لأصحابها، سلمت لبعض ولكن البعض تفاجأنا بعدم التسليم لظروف لا نعلمها، ونتمنى من الإدارة التدخل لحل مشاكلنا في أقرب وقت. خلصوا في الكريدي ومشروع واجد من له 1 نوفمبر اللي فات، حد الآن مازال ما استلمنا المفاتيح وقاعد المقاول يتلاعب بينا، تجيب خاصك ورقة خاصك ورقة، وكاين الناس راهي ما خاصها حتى حاجة. مدير السكن بالولاية أكد أن هذا التأخر يعود إلى عدم التزام بعض المستفيدين بدفع مستحقاتهم، فيما يؤكد والي الولاية على ضرورة اختيار المراقين المؤهلين والملتزمين بأجال إنجاز هذه المشاريع. يعني هو خدم بالإمكانيات المادية اللي كانت عنده، من بعد قاعد يقارع في الفيرسمون تاع لي بينيفيسيار، دونك لو بايمون لي بايمون تاعه يعني ابري لي دار لي بي اس بي كلش اون 23 جانفي 2022 كي بداو لي بايمون بدا يتعني ماشي ان بروموتور ماهوش مقاول، سيتادير لازم على الاقل من الناحيه الماليه يكون عنده امكانيات باش يكمل المشروع في اس بي او با، هذا هو البروموتور. ماهوش البروموتور اللي يبقى يستنى لي سيتياسيون دو ترافو الناس خلصت ولا ما خلصتش، لا بروموتور الى ما خلصوهش موالين الاخر، بروموتور يسمى بروموتور يبقى بروموتور، يقدر يعاودهم يبيعهم، مي باش بروموتور يبقى يخدم بنفس العقليه تاع المقاول لا. لتبقى استفادة الولاية من برامج سكنية جديدة مرهون بتسليم المشاريع السكنية السابقة وتطهير قطاع السكن من المراقين المتقاعسين في إتمام مختلف البرامج السكنية.